سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غنديروا واحد الكيك ان شاء الله، واحد الكيك اللي كيجي غزال. غادي نحضر ندير البيض بوحدو والصفر بوحدو. بسم الله. نحاولوا ما يطيحش لينا الصفر يعني في البيض. غادي ندير هنايا الملعقة الأولى، الثانية والثالثة. هنايا غادي نخلط هاد الصفر البيض شوية تاع نزيد هذا هنايا، وغادي إن شاء الله نطربهم. نطرب، غادي نحاول نطرب الصفر ماشي البيض هو الاول، بحال دابا الصفر هنايا. غادي نطربو الصفر مزيان يطلق معانا. اللي تيشوف هاد الفيديو ما مشاركش عندي في القناه وعجبو المحتوى تاع القناه ديالي وعجبتو هاد الفيديو، اشترك عندي في القناه، ديروا لي واحد واحد كثر بزاف لايكات، وشاركوها مع الناس ديالكم باش تكبر القناه ونعطوا الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الصفر ديال البيض انتما شبه لكم مزيان، غنديروا على جنب ونطرب دابا البيض البيض. صفر البيض هكا باش كتجينا الكيكه خفيفه بين الزيت والزبده، يعني ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده وجوج ديال الزيت. يعني غادي ندير هنايا خمسه المعالق تاع الحليب، يعني نص تاع الكاس العنبه، خمسه المعالق. هذا ديسير كراميل ديال الكراميل كبار، خمسة المعالق كبار. غندير هذا، غندير 11 غرام ديال الخميرة. غادي نحرك هانتوما، يعني 10 المعالق كبار، 10 المعالق كبار. يعني ما خصوش يكون ثقيل. المول ديالي قبل ما نخوي دهنته بالزبده ودرت فيه الدقيق. المهم غادي نعمر المول وندخلو الفران على 160، نشعل ليه لتحت والفرفره من الفوق. اللي ما عندوش الفرفره يشعل لتحت ويشعل ليه العافيه تكون مهيله حتى يطلع الكيك، عادي يشعل ليه من الفوق. سخونه كيفاش انتما الدخان خارج منه باش يطرطبو، خليها هنا يتبرد. ندهنها بالكراميل، ديجا واحد راه درتو فيها.
كتجي بنينه بهذا المذاق ديال الكراميل. تنتابع داك الكراميل اللي كان عندي، وغادي ندير كاوكاو اللي محمر ومهرمش اللي كنت درت بيه واحد الوصفه وبقى عندي. يعني ديروا اي حاجه كانت عندكم في موجوده عندكم. ها الكيكه ديالنا كي جات وكتجي بنينه مع الكاوكاو، تعطي الريحه تاع الكاوكاو اللي محمر. هانتوما كي جات جات رطبه، ما نشوفو كي جات. هانتوما رطبة، نتمنى هاد الفيديو تعجبكم، تشاركوها مع الناس ديالكم، وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وإن شاء الله إلى فيديو قادم.